دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لإطلاق سراح ليفي سالم موسى مرهابي، وهو يمني من الأقلية اليهودية تحتجزه ميليشيا الحوثي. وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الثلاثاء: يواصل المتمردون الحوثيون في اليمن اضطهاد الأقليات الدينية، وليفي سالم موسى مرهابي أحد أفراد الأقلية اليهودية في اليمن عانى 4 سنوات من الاعتقال غير المشروع، وندعو إلى إطلاق سراحه فوراً.